يلا نحكي سلام لو وياك. تعال تعال يلا روح بابا احكي سلام. يلا روح واقف عند بابا. يلا واحد اثنين ثلاث. واحد اثنين ثلاث سلام. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه عصومي وليد. قصدي كان عصومي وليد. اليوم بدنا نعمل برجر. برجر اليوم عملكم انا برجر سندويشات برجر. اسمع اسمع ولا هو لازم يروح زيك انت قاعد ولا زيك. اسمع واقف ولا كل الاسهار. اسمع اسمع اقعد اقعد هيك خذ هيك قاعد اسمع اسمع القصه. هلا هم الشباب جاد واياد عندهم امتحانات وجانا عندها امتحان. وماما شغالة طب تعمل حلقات بتصور لقناتها. اوكي ممتاز. اوكي فقررنا انا وياك وعصومي راح نعمل اليوم سندويشات برجر يتغدوا الشباب عشان ياخذوا راحتهم بالدراسه. اوكي اوكي فاحكي للناس. يلا يلا معنا. يلا معنا. يلا ليتس جو ليتس جو. قولوا عصير مانجو كثير طيبه. شو طيبه؟ شو طيبه؟ يلا طيبه. وهلا كمان سندويشات البرجر راح تكون طيبه. شو طيبه؟ شو طيبه؟ يلا طيبه. تفضل يا شباب. يلا انا والله عصوم اليوم طبعا المطبخ جاهز. اليوم عم علي وانا رتبت لكم مفاجات الان. في ناس بتحب بطاطا مش يعني فرزه بعض الاشياء، في ناس بيحبوا بطاطا طبيعيه. عملكم سندويشات سندويشات شو اسمه؟ سندويشات هذا كيف دخل على الخط وهو لازم يكون بدرس قاعد؟ لا لا عنده بشم ريحه الاكل لو كان بالمدرسه. برجع البيت. طيب انا اخر سلسله فرغت الان من وقتي الثمين انا وعصومي عشان نعملكم برجر. فانت شو بدك؟ لا روح ساعد حالك بالدراسه. تفضل تفضل. بدنا اياك تدرس انت. احنا اساسا بقدر انا اخليكم تاكلوا لحالكم اي شيء بس انا بدي اريحكم. تفضلوا انتوا استريحوا ابدع لي بدراستك المهم وبس تجهز البرجرات ولا الاشياء الطيبه بنقول لك. اوكي سيد اياد. طبعا اخوان ماما اليوم شوي هيك يعني تعبانه او مش تعبانه يعني عامل حالها تعبانه. ممكن عامل حالها تعبانه ممكن تمثل يمكن بتمثل ممكن هي اخذ اول خس اعتبر انه بلش المخزون تبع الاكل عندنا برجر راحت. اوكي لا لا اليوم شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل سندويشات برجر. سندويشات برجر بطاطا مخليه. الله الله اعطيني. طيب انا بدي بطاطا طبيعيه. هاي هاي بدنا بطاطا طبيعيه. هاي بدي ايش عصوم انا اشيل شوي وانت شوي. اوكي عشان ما في حد يساعدنا واحنا اوكي. اعطيني 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 سكينه. ما بدك الاشاره بالاشاره؟ بلو في اشاره كمان؟ اكيد في اشاره طبعا. هيك اسمها اشاره. مش بعرف شو اسمها بس هي المفروض اشاره. وين موجوده؟ هناك. اوكي، كاميرا خبراء في المطبخ مش عارفين وين البطاطا اللي بتاشر البطاطا وين مكانها. اضرب موبايلي انا هون. هاي هاي اللي باشروا فيها البطاطا يا جماعه الخير واعرفوا انه انا استخدمت. الله هاي اسهل اسهل واسرع. هاي رهيبه هاي. طبعا البرجر هون مكوناتها هاي السريه اللي بس بلاقوها غير هون. ايوه بصل. الله بندوره بس عندنا هاي خس كاتشب ومايونيز وخبز. اوكي وجبنه لو سمحت جبنه شرايح. يعني هي مش حق الطبيخ يعني وجبه هيك. لا 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 اسمها هاي حلقه العنايه بالاسره. العنايه بالاسره يعني فاميلي كير. صح 100% انا بالانجليزي 100% على فكره شكلي انا عم بشر غلط كمان. لا لا صح صح احلف والله والله. طب انت الان انا شو عملت؟ بتجهز الان بدك ترى هاي اصعب يمكن وجبه في الحياه تنعمل. فبس بتحط المكونات بتحط المكونات وتحطهم تاكلهم. تمام تمام. فانت الان بدك تبدا اجهز احط المكونات على الخبز؟ لا بدك اول شيء بدك تقلي البطاطا هاي بالفراير عشان هيلثي ولا بدكم تقلوها الي؟ طبعا ما بعرف اقليها لا بالفراير ولا بال. حلو عصوم شفته انه جاي يساعدني والله جاي ما جاي بس جاي يسليني والله ما بعرف حد. تمام فعصومي مش عارف يعمل بطاطا بالفراير ولا يقليها. هلا هاي يقليها بقلي. ليه؟ هيك اتوقع الفراير هيلثي معناته بالفراير. لا حسب احنا حسب نسال لازم نبعت واتساب لماما معناته بالقلاي. نبعت واتساب لماما. طب تعالوا نشوف هلا احباء العيل شو بيعملوا. نعمل عليهم جوله. اعمل جوله عم بخلص. بكون بابا خلص تقشير البطاطا. يلا يلا تاكد لي بدرسوا او لا. اوكي عصومي تفضل. يعني تفضل تفضل البنطلون. يا شوف ايش النود عندك. بنطلون ميكي ماوس بلوزة مش عارف مين. نشوف اياد هون. انت كنت معنا بالفيديو صح؟ السلام عليكم. بابا وين السمكات؟ هاي السمكات. تعال تعال شوف سمكات. تعال تعال هدول سمك. شو لونه سمكة؟ هاي شو لونه؟ تبقالي تبقالي. انت تبقالي والله. هاي شو طيب؟ اصفر اصفر. انت جميل؟ جميل. يلا اوكي يلا يلا روح ساعد بابا. ساعد بابا يلا روح له روح له بابا. يلا يلا وين اكل؟
يلا بسرعه بسرعه قول لبابا باي بطاطا. ايش في بالك؟ لا شو ما في؟ اشوف شو بتدرس. هذا اجتماعيات كتاب الدراسات الاجتماعيه للصف السادس يا طفل. صف سادس واحد تخرج وحصل سابع. على فكره سادس مو تخرج بس مش تخرج هذا بس هيك بيجاولوكم مجامله. اي صح بس لسه باقي لك 6 سنين مدرسيه عشان تتخرج. ليش كتابت؟ وبس والله اخوان ضل جنى خلينا نشوف جنى شو بتعمل. ايش ابو الوليد؟ هلا معلم شو وصل بس شو الوضع؟ 100% كيف يعني لا؟ ايش في؟ لا كيف يعني؟ معلم عندي صديق لانه ما بيقدر بتورط. معلم انا دائما ببدع لحالي وهي مصره انه تبينه انا ما بعرف شايف؟ اخو ماما مجرد بتعرف انه بابا فات على المطبخ عامل بركض بتخاف يصير مصيبه اشي بتلحقه. عصومي بتشكوا بي انا بامكاني يعني. لا هم متاكدين متاكدين احنا بنشك احنا متاكدين. انت عندك دراسه اليوم يعني تفضل انا بدرس فيهم قاعده يعني تفضل. ماما مش كافي بدرس فيكم كمان اجي اسمع صوت المطبخ راح تركض راكض خايف على مطبخها وعلى الاشياء. ماما لبست على طول اجت تساعدنا. انا وحده. يلا كيف انت حالك اليوم؟ بجنن. احلف بالله والله العظيم بجنن. عن شو كان؟ اسال ابلا اسال ماما. نص علامه. نص علامه. ايش نص علامه؟ اه اذا انا اقول لك اقول لك شغله نص علامه بسؤال من الاسئله هاي الاسئله ما بعرف. لا انا بتحداها امتحان لغه عربيه حج هذا ببي. انا حفيدة عبد الله مقداد. حتى لو حفيدة الدكتور عبد الله مقداد دكتور اللغه العربيه المفوه. نعم حتى لو الرائع. وعمها الدكتور سعد مقداد. وعمها الدكتور سعد مقداد ايضا. بنتي عبقريه وما حدا يجي فيها لو سمحت. هي بدها تحكي بدها تحكي لها بعدين. اسمع انا بدك الصراحه انا بقول لك شو السؤال اللي توهقت فيه. شو السؤال اللي توهقت فيه؟ السؤال يا سيدي سالتني اياه بالسياره هي زعمت انه هي جاوبها صح. اوكي بس انا استشفيت انه لا على شكلها استشفيت. احسن شيء انك استشفيت. تفضل اللي هو عن الكنايه. ايش هو؟ اللي عن الكنايه. شو الكنايه؟ شو الكنايه؟ انا سالتك عن الكنايه بالسياره. ايش الكنايه؟ ايش حكيت؟ شوف شوف الطالب مجتهد جدا وانا تعبان. مش قادر بدي اعمل لهم يتغدوا وشفقان عليهم واخر شيء الاخ بده يروح على الموبايل. طيب المهم نرجع للكنايه. السؤال سالتك في ايه احكي لنا الايه بابا. في ايه بتحكي اللي هي في سوره لقمان بتقول ربنا عز وجل بيقول ولا تمشي في الارض مرحا. صحيح تمام. وفي بتقول لي هي كنايه عن شو؟ قلت لها كنايه عن شو؟ تكبر. عن التكبر يعني ما تمشي متكبر. انه ما تمشي متكبر صح. انا حطيتها صح لكن صارت صمت معين. ايوه لا 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 قبليها قبليها. ايوه انا كنت انا اسمع انا مو فاهم الايه عشان انت تذاكري معك شوي عشان انا بدي اطول شوي غلط منها. انا ما كنت فاهم الايه. اوكي الابله كانت قلنا نحن اخذناها. هلا احنا ما اخذناها يعني دراسه احنا جبنا المثال بس وهيك. طب انا بسامح بس كملي لي الايه لاخرها. ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. بيمشي مختال يعني خيلاء بتكبر. صحيح. في ايه قبليها قبلها يعني مش ايه هي ايام هي هاي من وصايا سيدنا لقمان. فانا ما كنت فاهم الايه. صحيح. لحد ما ابلغ جت يعني هيك ساعدتنا شوي. الايه اللي انا ايش حطيت اول شيء. ايوه البخل. لا بالبخل الاسراف الاسراف. حلو حطيت انه لا تمشي في الارض مرحا انه هيك يعني ما تمشي في الارض وتعزف ايوه ترمي مصاريك باي مكان. انا هيك فهمت اول شيء. اوكي بعدين اكتشفت انه مو انا الوحيد اللي معلق بالسؤال كل بنات اللجنه معلقين بالسؤال. فالشاطره الاولى في الصف حتى لو ناس قالت لهم انه لا يا بنات هاي معناتها هيك هم كلهم شش مع بعض. صادق صح ولا صح؟ يعني الاولى على الصف مش معي باللجنه. اوكي حلو كثير. ممنوع في لجنه مالك كيف بدها تقول لهم؟ اشوف مين بده يشهد للام؟ هلا انا البطاطس سيبك من كل شيء البطاطس كلها عاجبني. كيف بقى؟ والله انه تكفيرتي معلمين يا معلم. انا اقسم بالله شوف يا رجل انا اصلا اكل يعني كان عندي مشروب اسمه خالد بطاطا. خالد بطاطا خالد تكفير. اوكي ميرسي ميرسي اهلا وسهلا يلا طيب فان شاء الله بتكون ايه الابله ساعدتنا ما عرفت بس
تعالى باكدك هذا الجواب غلط. لا والله صح. تذكروني باذن الله انه صح ان شاء الله. انا بتمنى في النتيجه لانه انا الصمت هذا بقراه. بس ايش اجانا تعبير عن ارسل رساله الى امك اشكرها في جهودها التي اذكرها في جهودها اشكرها في جهودها لجهودها مش في لجهودها ايوه اللي قدمتها عشان اللي قدمتها عشان توصلك للمستوى اللي انت فيه. طبعا سمعتك سؤال لغوي بتقول لما تقول تخرجت من الجامعه بالفصحى ليش تقول تخرجت من الجامعه؟ تخرجت شو من الجامعه تخرجت من تخرجت من الجامعه طبعا غلط. ليه تخرجت في الجامعه؟ احسنت. شو الفرق؟ عصم عربي. انا ليه ما شاء الله هي تخرجت في الجامعه رمية من غير رامي. صحيح انا تخرجت من الجامعه. على البطاطا جاهزه عندي هلا بدور. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا خففتني. دير بالك عمالك. ايوه الله 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 الله. لا لا معلم هذا اسمه خيركم لاهله. صحيح هذا حديث. وانا خيركم لاهلي. صحيح يا معشر الرجال اللي عنده شويه وقت يعمل برجر. انا ما راح اكمل شغل. خلني ماما اللي انا اشفقت عليها بديش اتعبها. بس في تفكير او شيء عشان احركها. لحظه هلا بنحرك لك. اوه شوف البرجرات. الله شوف الله. البرجرات بعد ما بدها لا جريل ولا شيء معلم. بالفرن نعم. دقيقه وهلا هون بحط كل البطاطات وهاي البطاطا انا بطاطا بعملها ترى من وانا عمري 11 سنه 12 سنه. خالد بطاطا مهندس بطاطا شايف. هذا الفريش الهيلثي هاي طبعا الصح اللالا انك تعملها بالفراير. علي الغاز مش الفراير عفوا بيسموه ايش اير فراير. هاي حطها هون لو سمحت. لا بدها تكب الويل فيها اول شيء. اوكي وعلي الغاز لانه وطيته بس عم يعني بدها تطلعني ما بعرف برضه بالشغل. انت غلطان حج. انا غلطان اللي خليتك على المطبخ. صح بركي. بس انا بضلني زوجتي الحبيبه ما بدي احكيها. لا صحيح بس المود. يلا اكد يلا طبل يلا. ايوه والله بعرف يطبل دادي. اشوف يلا خش يلا اشوف بدي يفتح. يا طبعا كتب هدول. تفضل. اوكي اكليبس بلس بلاد مون ايكوالز هالجيت سون بلس مون ايكوالز اكليبس لونر بلس اكليبس ايكوالز لونر اكليبس. ايش يعني اكليبس؟ شو يعني اكليبس؟ كسوف الشمس. كسوف الشمس؟ بالله عليك اسمها كسوف الشمس كسوف كسوف حكيت كسوف؟ ولونار ولونار لونر زي القمر زي لونر بس لونر لونر اعطيها انا بدي اسال. هو زي القمر بس انه اقوى زي هو في شيء اسمه القمر الازرق صح؟ القمر الازرق في شيء اسمه القمر الازرق هج؟ القمر الازرق؟ يكون لون هذا. اذا بتعرف شو يعني اكليبس بالانجليزي الك ثروه الك 4 سنوات برجر ما حناكل حتاكل لحالك اليوم. اذا اذا بعرف شو يعني اكليبس بالانجليزي. لا اسمع اكليبس شيء بالقمر او الشمس. كسوف صح حبيبي انا لعبت الانجليش بس انا حكيت شيء بالقمر او الشمس والله ما بعرف ولا انا حد هذا بدك والله بطل خوخ والله انت وحش انجليزي ايش اللي اكمل ايرث بلس مون ايكولز لونر ايرث. انا خليت ماما تكمل الاكل. الله يعطيك العافيه حبيبي واضح انك انت ما شمومت تعبت. زين الحين الجبن البطل كذي عرفت كان بدي احط الخس اول بس معلم البيكر حط الجبن كذي عرفت جيب الخس نيب الخس نيب اخوي نيب الفلفلة حسب اللي بحب. في ناس ما بتحب الفلفلة. طماط نعم طماط تحت لو سمحت تحت البيكر. بصل كذي عرفت وبس. هاي صحن بابا صار عندنا سندويش جاهزة. اوه ايوه ان شاء الله. تعودي لبابا تعال بابا راح الصالون تفضلوا. السلام عليكم. هلا بالشيخ. يا الله شوف تكفى شوف. يسلم ايديكم حبيبي. حطيت لي تشيز عليها. تشيز كل شيء ونوعين بطاطس تعملون عشان الاضاءه صوري هيك. ايوه هاي بدها معاها كاتشب ومينز. ايوه ابشر خفيف يلا
طيب كل سنة كل سنة جهزت اخوان يلا تعالوا اشتغل لك يا عصبي ايش بابا اشكر لي ماما على جهودها اشكر لك ماما بابا بحكي لك شكرا على جهودك صحة وانا اقول له ايها شوف سلطع برجر هو الاجمل هنا وهو تضل يلا ودي كاتشب لبابا وانا بدي كاتشب يلا ودي طولت طولت سندويشتي اكل منها طبعا بابا صحتين كيف الله رائعه رهيبه صح اه انت شو بتاكل سنود شو هذا بطاطا 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 لذيذ وهي جادو طبعا هي سندويش جادو وايادو يا طبعا عشان بحب البطاطا كثير اعطيني صحن البطاطا كله يلا تفضلوا بسم الله